في قديم الزمان كانت تعيش ثلاثة خنازير مع أمهم في منزل صغير. كان الوقت قد حان لهم أن يتركوا منزلهم ويتعلموا الاستقلال بحياتهم، فقامت الأم بالنداء على الثلاثة خنازير الصغيرة ليأتوا بجانبها. صغاري الأعزاء، لقد حان الوقت لكم كي تخرجوا إلى العالم، فاخرجوا وابدأوا حياتكم الجديدة، ولكن لا تنسوا أبداً مهما تفعلوا في هذا العالم ففعلوا أفضل ما يمكنكم، هذه هي الطريقة الوحيدة كي تظلوا أحياء. ببعض الحزن الممزوج بالحماسة قام الثلاثة خنازير بتوديع أمهم وذهبوا في طريقهم. بعد وهلة وجدوا قطعة من الأرض يمكنهم بناء بيتهم الجديد فوقها. كان الخنزير الأصغر قد قرر بناء منزله من القش، كان يفكر أن تلك هي الطريقة الأسهل والأسرع لبناء بيته، فبتلك الطريقة سيتبقى له الكثير من الوقت للعب. انتهى الخنزير الأصغر من بناء بيته في يوم واحد، فنادى على بقية الخنازير: يا رفاق، لقد انتهيت من البناء. نظر الخنزير الأكبر إلى البيت: حسنا، ولكن هذا المنزل لا يبدو مستقرا على الإطلاق، كيف يمكننا حماية أنفسنا من الذئب؟ لم يعر الخنزير الأصغر أخيه أي اهتمام. لا تقلق، فلن يحدث شيء. حسنا، لا تقل أنني لم أحذرك. قرر الخنزير الأوسط أن يصنع بيته من الخشب. من خلال فروع الأشجار التي قام بجمعها من الغابة قرر أن يبني بيتا صغيرا ذو حجيرة واحدة، واستغرق بناء بيته 3 أيام بالتحديد، فكان بيته أكثر استقرارا من ذلك المصنوع من القش، فذهب إليه الخنزير الأكبر: أخي العزيز، لقد قمت بعمل عظيم، ولكن ذلك لا يبدو آمنا على الإطلاق، هل سيتمكن ذلك البيت من حمايتنا من الذئب؟ أجاب الخنزير الأوسط: لا تقلق، فهذا البيت آمن للغاية. حسناً، لا تقل أنني لم أحذرك. بينما كان الخنزيران الصغيران يستمتعان بوقتهما في منزلهما الجديدين، كان الخنزير الأكبر يعمل بثبات، حيث أنه كان يشيد منزله من القرميد والأحجار. كان لدى الخنزيران الآخران الاعتقاد بأن جهوده عديمة الجدوى، فكل ما قام به هو اللعب وقتل الوقت. لماذا ترهق نفسك بكل هذا بينما يمكنك الانتهاء بسرعة مثلنا؟ يا له من رعديد. لم يعرهم الخنزير الأكبر اهتماماً، أخذ يعمل لأسبوع كامل واستطاع أن ينتهي من تشييد منزله المكون من القرميد والأحجار. بعد مرور يوم وصل أحد الذئاب الجائعة بجوار بيتهم، فتوقف أولاً أمام المنزل المصنوع من القش. كان الخنزير الصغير يستريح في بيته المبني من القش. طرق الذئب على الباب. افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا يمكنك فعل أي شيء بي، إن منزلي قوي بما فيه الكفاية. وكذلك نفخ الذئب الباب ودمر البيت، ولكن بجهد شديد استطاع الخنزير الصغير أن يهرب، ثم ركض نحو منزل أخيه المصنوع من فروع الأشجار. قام بالطرق على الباب، وعندما فتح الخنزير الأوسط الباب رمى الخنزير الصغير بنفسه إلى داخل البيت. بسرعة أغلق الباب، سيدخل الذئب إلى هنا. لا تقلق، لن يمكنه فعل شيء على الإطلاق في هذا المنزل. بعد وهلة أتى الذئب إلى منزل الخنزير الثاني المصنوع من الخشب وصرخ إلى الداخل. افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا يمكنك تدمير منزلي. وكذلك نفخ الذئب ودمر البيت وأسقطه تماما. قام الخنزيران بالركض نحو منزل الخنزير الثالث وبالكاد استطاع الهروب من الذئب. أخي، إن الذئب يأتي من هذه الناحية، ماذا سنفعل؟ أجاب الذئب الأكبر وهو شديد الثقة في نفسه: لا تقلق، لن يستطيع الذئب الدخول إلى هذا المنزل. بعد وهلة قصيرة أتى الذئب شديد الجوع إلى منزل الخنزير الثالث المصنوع من القرميد والأحجار، وصرخ ينادي على الخنازير الثلاثة:
افتح الباب ودعني أدخل، إن لم تفعل فسوف أنفخ في البيت وأدمره تماما. لا تفكر حتى بالمحاولة أيها الذئب الشرير، لن تستطيع دخول هذا المنزل. أصبح الذئب غاضبا للغاية. نفخ الذئب في المنزل ولكن لم يحدث شيء، لم يستطع تدمير المنزل. أخذ يحاول ويحاول ولكنه لم يستطع تحريك حجر قرميد واحد. أخيرا وبعدما أصابه الإرهاق قرر الذئب أن يحاول الدخول بطريقة أخرى. استطاع رؤية المدخنة على السطح وبدأ في التسلق. قام الخنزير بسرعة بإشعال النار في المدفأة تماما أسفل المدخنة عندما أدرك أن الذئب سوف يتسلق السطح ويدخل إلى المنزل عبرها. ثم قام بوضع دلوا كبيرا من الماء فوق الأخشاب. قام الذئب بتسلق المدخنة بصعوبة ورمى بنفسه إلى الداخل وسقط مباشرة بداخل دلو الماء المغلي. النجدة، النجدة، أنا أحترق، أنقذوني، النجدة، النجدة. قامت الخنازير باحتضان بعضها البعض بسعادة بعدما تخلصوا من الذئب أخيراً. في اليوم التالي ذهب الخنازير الثلاثة إلى منزل الأم حتى يخبروها بكل ما حدث. أقبل الخنزير الصغير على أمه قائلاً: لقد كنت على حق يا أماه، مهما حدث في هذا العالم فيجب علينا القيام بأفضل ما لدينا، فإذا عملت بجد من أجل شيء ما فستحقق النجاح بالتأكيد. منذ ذلك اليوم لم يعود الخنزيران الأصغر للكسل مرة أخرى، بل أصبحا يعملان بجد مثل أخيهما الأكبر، وعاش الجميع حياة سعيدة وآمنة. في قديم الزمان وفي أراض بعيدة بعيدة كان هناك طحان يسكن تلك الأراضي بصحبة أبنائه الثلاثة. عندما توفي الطحان كان قد ترك الطاحونة لولديه الأكبر سنا وترك لأصغرهم القط الخاص به. شعر الابن الأصغر بالضيق، فبخلاف أخويه فقد بدأ أنه من المستحيل بالنسبة له جني فائدة مما بين يديه. نظر الابن الأصغر إلى القط وحدث نفسه قائلا: ماذا يمكنك أن تفعل بقط؟ إنك حتى لا تستطيع التهامه. ولكن فجأة حدث شيئا لم يكن في الحسبان، لقد قام القط بالرد عليه. إن فكرتك عني خاطئة تماما يا سيدي، إنني أستطيع أن أكون مفيدا جدا لك أكثر مما تظن. كان الشاب الصغير مذهولا من رؤية قط يتكلم وقد تساءل وهو يتلعثم: أنت كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لو أحضرت لي جرابا فارغا، قبعة، وزوجا من الأحذية فسوف أريك كيف. مع تراجع دهشته فكر الشاب الصغير لنفسه قائلا: لو كان هذا القط يستطيع التحدث فمن المؤكد أنه يعرف شيئا. حسنا دعنا نرى ما يمكنك فعله. أحضر الشاب الصغير كل ما طلبه القط. وضع القط القبعة على رأسه ولبس الحذاء. ذهب ناحية المرآة ونظر إلى نفسه متخذا وضعية أثناء وقوفه، ثم قام بوضع حزمة من الخصل بجانب ثمرة من الجزر داخل كيس ثم انصرف. وعند وصوله إلى الغابة فتح الكيس ووضعه على الأرض. ولم يكد يمر وقت طويل وبعد ملاحظة رائحة الخضروات الطازجة ظهر الأرنب باني. ولكي يستطيع أكل الخس والجزر دخل الأرنب باني داخل الكيس. فركض القط بسرعة ناحية الكيس وأغلقه جيدا وحبس الأرنب بداخله. وبدلا من الذهاب بالأرنب إلى صاحبه أخذه إلى القلعة وأخبر الحراس أنه يريد مقابلة الملك. وما أن رأوا الحراس القط يتحدث إليهم ويرتدي قبعة وحذاء حتى أخذوه على الفور إلى الملك. أيها الملك العظيم، أقدم لك هدية من أمير كاراباس. سيدي، لقد اصطاد أمير كاراباس حالا هذا الأرنب خصيصا لك. كان الملك منبهرا للغاية بالهدية. ولوقت طويل جدا استمر القط ذو الحذاء في إحضار الحيوانات التي يصطادها للملك، و
وبعد فترة قصيرة أخذ جميع من في المملكة بالتحدث عن ثروة الأمير وكرمه. مع مرور كل يوم كان فضول الملك يزداد، وفي يوم ما قام بسؤال القطة الحذاء. هل هذا الأمير شاب؟ إنه فعلا شاب ووسيم للغاية. هل هو ثري؟ إنه ثري للغاية جلالتك، وسيزيده شرفا أن يستقبلك في قلعته. في النهاية كان الملك والملكة سعيدين للغاية أنهما سوف يقابلان ذلك الأمير الوسيم. إذا كان ما يقوله القط صحيح، فأنا أعتقد أننا قد وجدنا الزوج المثالي لابنتنا والأمير المناسب لمملكتنا، قالت الملكة. بعد أيام قليلة علم القط ذو الحذاء أن الملك والملكة كانا خارج المدينة بصحبة ابنتهما. هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره. ركض القط مباشرة إلى صاحبه. سيدي، يجب علينا التوجه إلى ضفة النهر حالا، اتبعني بسرعة. لم يفهم الشاب الصغير ما يحدث، ولكنه فعل ما طلب منه. ولكن لماذا أتينا إلى هنا؟ للسباحة يا سيدي. السباحة؟ لكني لا أجيد السباحة. من الأفضل أنك لا تفعل، اخلع ملابسك فورا وانزل إلى النهر، فلتثق بي يا سيدي، لن تندم على ذلك. فعل الشاب الصغير كما طلب منه ونزل إلى النهر، وقام القط ذو الحذاء بإخفاء ملابس صاحبه خلف الشجيرات. عندما عبر موكب الملك بجانب النهر، ركض إليهم القط ذو الحذاء مستنجدا. النجدة، النجدة، سيدي أمير كرباس يغرق. على الفور أرسل الملك رجاله إلى النهر. بينما كان الرجال يقومون بإنقاذ الشاب الصغير، قام القط ذو الحذاء بإخبار الملك كيف أن اللصوص قاموا بسرقة ملابس الأمير. أمر الملك الرجال من حوله: فلتقوموا بإحضار بعضاً من أفضل الملابس لدينا للأمير. بواسطة ملابسه الجديدة كان الشاب الصغير يبدو كأميراً حقيقياً. وبينما كان يمشي باتجاه موكب الملك، كانت الأميرة وكذلك الملكة يقمن بمشاهدته. جاء الشاب الصغير إلى الملك وقام بالانحناء أمامه. ليتني أستطيع أن أشكرك بما يكفي. سيدي أمير كرباس سوف يتشرف باستقبال جلالتك في قلعته يا سيدي الملك، سوف أذهب الآن للتحضير. ركض القط ذو الحذاء سريعاً. لم يستطع الشاب الصغير حقاً فهم سبب تسميته بأمير كرباس، ولكنه اعتقد مرة أخرى أن القط ذو الحذاء لديه خطة ما، وظل صامتاً. وقعت الأميرة فوراً في حب الأمير الوسيم. بينما كان يركض بسرعة نحو قلعة تنتمي لأحد العمالقة، كان القط يصرخ منادياً على الفلاحين العاملين طوال الطريق: إن الملك يقترب، إذا سألكم فسوف تقولون أن هذه الأرض تنتمي لأمير كرباس، وإلا فسوف يعاقبكم. كان القط ذو الحذاء يركض، وفي نفس الوقت كان يكرر نفس الكلام لكل من يقابله في طريقه. وبينما كان موكب الملك يمر في الطريق، كان الجميع يكرر نفس الكلام من خوفهم. كان الملك مندهشا من امتلاك الأمير لتلك المساحة الشاسعة من الأراضي، ولكنه كان سعيدا برغم ذلك. في ذات الوقت وصل القط ذو الحذاء إلى قلعة العملاق وطرق على الباب. انفتح الباب مصحوبا بإزعاج شديد. بمجرد رؤيته للقط يلبس حذاء وقبعة، شعر العملاق بدهشة بالغة. وما إن بدأ القط ذو الحذاء بالكلام حتى شعر العملاق بدهشة أكبر. صباح الخير يا سيدي. من أنت وماذا تفعل في قلعتي؟ بدأ القط ذو الحذاء في تنفيذ خطته. حسناً، دعني أشرح لك الموضوع كما يلي يا سيدي. أنا خادم الملك الأمين، وقد أخبرني الملك الكثير عن قدراتك المدهشة في السحر. نعم هذا صحيح. على سبيل المثال، هل يمكنك تحويل نفسك إلى أسد ضخم؟ بالطبع أستطيع، هذا سهل جدا بالنسبة لي.
باستخدام سحره المدهش قام العملاق بتحويل نفسه إلى أسد عملاق، وبالطبع شعر القط ذو الحذاء بالخوف الشديد وقفز في الهواء لأعلى ما يمكن. حسنا حسنا، هذا يكفي. عاد العملاق لهيئته الطبيعية مجددا. كان هذا مدهشا، بالرغم من هذا أنا أراهن أنه من المستحيل عليك التحول لحيوان صغير، أشك في هذا، ما رأيك؟ مستحيل، أنا بإمكاني التحول لأي حيوان أريده. دعني أرى، هل يمكنك التحول لفأر صغير؟ كان العملاق يضحك بصوت مرتفع للغاية، حتى أن القط كان يواجه مشكلة في الوقوف مكانه، وكذلك استخدم العملاق قوته السحرية وتحول إلى فأر. وما إن كان القط يشاهد العملاق وهو يتحول إلى فأر، حتى قفز عليه بسرعة بقدمة واحدة تخلص من العملاق. في ذات الوقت اقترب موكب الملك من قلعة العملاق، وجرى القط بسرعة نحو الملك. مولاي، إن قلعة سيدي أمير كارباس في خدمتك، رجاء تفضل. كان الملك، الملكة، الأميرة، وبالطبع الشاب الصغير يحدقون نحو القلعة بإعجاب. بينما كانوا يمشون نحو القلعة، قامت الملكة بسؤال الشاب الصغير: عزيزي الأمير، هل أنت متزوج؟ لا يا مولاتي، وإذا سمحت لي بالزواج من ابنتك الجميلة فأنا أعدك أنني سأسعدها بشدة. تم تحضير مأدبة ضخمة في قلعة العملاق، وتمت خطبة الأمير والأميرة، وبعد فترة قليلة تم الزواج. هل ترى يا سيدي؟ لقد أخبرتك كم سأكون ذو قيمة بالنسبة لك. منذ ذلك اليوم استمر القط ذو الحذاء كخادم أمين للأمير، وعاش معا حياة ثرية وسعيدة.